حل على ابني يا بابا. لك انت ما حلك توصل، منين اتصلت؟ من الشارع. تضرب انت الاستقبال المبتل بدل ما تقول الحمد لله على السلامة. جايين من تحت القصف والقرص والقبط واللزق والرصاص. هلا هذا هو ابن حماك اللي قلت لي ما؟ هذا هو. هي حالة طارئة، اليوم نحكي موضوع البناية بعدين. بس قصف ورصاص ممكن تسأل لي يا سؤال؟ كانوا سؤال هو متحمل، كانوا طالع من قبر. صاع صاع روح. إيش شو هاد؟ مخابرات؟ العبوا عمتي العبوا، فشوا قهركم، البيت بيتكم مثل الفراشات. لا تقلي لي شكلها عم بترفس. ما تخالى بدي اسألك سؤال. شو شعوركم واحساسكم النفسي وانتو تحت الضرب؟ يلعوا قلبك. ايه حلي عن مرت خالك، حلي عنا وروحي طقي الحمام. انا امي دق لك انا خلص ماشي. ايه مو بس حمام، نحن بدنا نقع بكلور، إلنا شهرين عم ندشم ونبني بهالسواتر.